اهلا بكم في نشره اخبار السادسه مساء من قناه النادي الاهلي. والى العناوين: البدري اصرار اللاعبين وراء الفوز الكبير على انبي. عبد الحفيظ يوقع غرامه ماليه على صالح جمعه. والفريق الاول يبدا الاستعداد لمواجهه الاسيوطي. مجددا والى التفاصيل. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ان الفريق قدم اداء جيدا في مباراه انبي والتي انتهت بفوز الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف، خاصه انها تقرب الفريق من هدفه في المرحله الحاليه وهو احتلال صداره الدوري. واضاف البدري: اشكر كل اللاعبين على الروح والاصرار والتي ظهروا عليها في المباراه والذي جعل الأهلي يحسم المباراة بنتيجة كبيرة. وأوضح البدري أنه توقع طريقة لعب إنبي في المباراة وتطبيق إيهاب جلال لخطة 3-4-3، لذلك طلب من لاعبي الأهلي تنفيذ الضغط العالي على دفاع إنبي. أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير والذي حققه الفريق على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري. وقال عبد الحفيظ: بالتأكيد مباراة مهمة ومن المواجهات الصعبة للأهلي، خصوصا في وجود إيهاب جلال لأنه يمتلك فكرا عاليا، واحترمنا المنافس وتعاملنا بشكل يتناسب مع قوة اللقاء. وأضاف: كان بإمكان الأهلي الخروج بفوز أكبر، وأضاع اللاعبون عدة فرص خصوصا في الشوط الأول، لعبنا بواقعية شديدة في تلك المباراة. وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيطوي صفحة إنبي ويبدأ الاستعداد لمباراة الأسيوطي والذي يمتلك مدربا جيدا. قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق وفقا للائحة، نظرا لغياب اللاعب عن ميران اللاعبين المستبعدين من لقاء إنبي السبت دون الحصول على إذن من الجهاز الفني. كما قرر عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة وقدرها 100,000 جنيه على أي لاعب يغيب عن ميران المستبعدين من صباح أي مباراة، ونفس الغرامة على أي لاعب يغادر الملعب خلال مباريات الفريق في الفترة المقبلة، بحيث يكون كل اللاعبين متواجدين داخل الملعب. انتظم كريم ندفد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الأسيوطي في الدوري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل.
كما انتظم ميدو جابر في ميران الفريق بعد تغيبه أمس السبت بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات، كما خاض أيضا باسم علي مدافع الفريق ميرانا منفردا، وتغيب محمد الشناوي للشعور بالإجهاد. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأساسيين تدريبات استشفائية على هامش ميران الفريق اليوم الأحد. وأدى لاعبو الأهلي والذين شاركوا في مواجهة إم بي أمس تدريبات استشفائية في بداية ميران اليوم. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الأسيوطي يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات الدوري العام. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بك، احكي لنا عن كواليس التدريبات النهاردة. مساء الخير يا فيروز عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. يمكن تدريب الأهلي انتهى منذ حوالي نصف ساعة. التدريب كان في اليوم التالي مباشرة لمباراة الأمس أمام إندو التي حقق فيها الأهلي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف. الهدف من التمرين كان مرحلة استشفاء لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين اللي خاضوا مباراة الأمس استعدادا للمرحله القادمه، خاصه مع ضيق الوقت وتوالي المباريات في التوقيت الحالي. نعلم جميعا ان مباراه الاسيوطي خلال 72 ساعه القادمه ستقام على استاد القاهره، وهي من ضمن المباريات المؤجله، وبالتالي كل اربعه ايام مباراه للاهلي في الدوري العام. فبالتالي الجهاز الفني بقياده حسام البدري كان متفق مع الجهاز المعاون على اداء تدريبات بدنيه خلال الايام الجاريه دون الحصول على راحه لاستعاده عدد كبير من اللاعبين مرحله الاستشفاء حتى يكونوا جاهزين للمباريات القادمه. وبالتالي المجموعة التي لم تشارك بالأمس خاضت تدريب بدني قوي وتقسيمة فنية بما فيهم أيضا اللاعبين البدلاء الذين شاركوا في الدقائق الأخيرة من مباراة الأمس، سواء اللاعب الجنوب أفريقي فاقة أو أحمد الشيخ. التدريب كان متميز جدا، الجهاز الفني كان بيدي بعض الجمل الفنية للمجموعة اللي ما شاركتش في مباراة الأمس، أملا طبعا في تواجد كل العناصر بشكل أساسي خلال المرحلة القادمة ومرحلة التدوير اللي ممكن الجهاز الفني يقوم بيها في المراحل القادمة من مباريات الدوري مع ضغط المباريات وتوالي المباريات، وقد يتعرض البعض لإصابات أو يغيب البعض لإنذارات أو إيقافات في المراحل القادمة. أطمئنك إن مروان محسن بيواصل تدريباته الجماعية، ومع ذلك بعد المران الجماعي كمان بيخوض تدريبات بدنية إضافية أملا في استعادة لياقته البدنية ويكون جاهز وقت قليل جدا للدخول في المباريات خلال الفترة القادمة. وحسب معلوماتي التي استشفتها من الجهاز الفني أن مروان خلال الفترة القصيرة القادمة إن شاء الله سيكون جاهز للمباريات، لكن بتحسب موعد مشاركته وتوقيت مشاركته وتوقيت أو قيمة المباراة اللي ممكن الأهلي يأخذها خلال المراحل القادمة لكي يستفيد الأهلي ولكي يستفيد مروان محسن. علي معلول ورامي ربيعة ما زالا يؤديان تدريبات تأهيلية واستشفاء قبل الدخول في المران الجماعي حتى الآن، خاصة أنهم لم يتمثلا للشفاء والدخول مع الفريق في المباريات الجماعية. باسم علي خاض تدريب بدني قبل المران الجماعي ولم يشارك في المران الجماعي، أما حسين السيد خاض في التدريب الجماعي وانتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق، وسبق كل ذلك محاضرة فنية من حسام البدري للاعبين عن الأداء الممتع اللي ظهر فيه اللاعبين الأمس وضرورة الاستمرار في هذا الأداء خلال المرحلة القادمة والاستمرار في مسيرة الانتصارات حتى يعني يبتعد الأهلي في مقدمة الجدول بعدد كبير من النقاط يا فيروز. نعم محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود إلى متابعة الأخبار المحلية.